ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم رجل خلال الأسبوع الجاري على اقتحام وكالة للتسهيلات الكائنة بمنطقة الرحمة بالدار البيضاء بطريقة غير قانونية. وفي التفاصيل، كشفت مصادر لماروك أخبار يومية أن اللص قام بحفر الحائط الخلفي للوكالة ليقدم على سرقة بعض الأغراض، غير أن جهاز الإنذار أطلق صافراته ليقوم اللص بالفرار إلى وجهة غير معلومة. وذكرت مصادرنا أن كاميرات المراقبة المتواجدة بالوكالة التقطت صور اللص، الشيء الذي جعل صاحب الوكالة يتقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية لإيقاف المعني بالأمر. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.